عدنان حمد يعلن رفضه للشرهات ويؤكد أن رأسه شامخ وليس في حاجة لأحد. رئيس الهلال يصف الحمادي بالمشجع ويطالب بعدم تعليقه على مباريات فريقه. تسديد مستحقات لاعبي نادي الرياض بالتقسيط يستغرق 10 سنوات لتسديدها. أحمد المصيبيح يقع في مأزق بسبب أحد الفائزين بمسابقة القمة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم اليومي كورة، وفي موعده الثابت 11:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والذي نعرض من خلالها السلسلة الخاصة بيست أوف كورة. حلقة الليلة لا تقل سخونة عن الحلقات السابقة، نقص شريطها بلقاء المعلق الإماراتي الشهير عدنان حمد الحمادي، والذي أطلق خلاله تصريحات نارية في جميع الاتجاهات، من ضمنها أنه أتى للملاعب السعودية حبا في الدوري السعودي وليس للوقوف على الأبواب وطلب الشرهات، إلى جانب انتقاده للعديد من الأمور الأخرى. نترككم معه الآن. محمد، أول شيء نشكر لك قبول الدعوة، نشكر لك المشاركة، نشكر لك حتى التزامك، يعني أنت مخلص مباراة ثقيلة نصر وشباب فيها كثير من الأحداث، وفي استاد الملك فهد بعيد، وحضرت والتزمت، وإحنا سعيدين بوجودك اليوم. شرفت البرنامج. راح أبدأ مباشرة عشان الوقت. يعني محمد، بمجرد إعلاننا في تويتر البرنامج إنه عدنان حمد الحمادي ضيفنا، الآراء حولك آراء متطرفة، يا ناس حابينك حب موت مرة، يا كارهينك موت، يا ناس يعني ما تواطنك بعيشة الله. يعني علاقتك مع الجمهور، أنا للأمانة أول ضيف أشوفه في البرنامج علاقته مع الجمهور بهالطريقة، يعني ما في أحد في الوسط، ما في أحد قال أوكي، ما في أحد قال والله خلينا نشوف، لا لا لا، يا ناس حابينك يا ناس كارهينك. هذا الجميل، هذا الجميل اللي أنا أبحث عنه، أرضى الناس غاية لا تدرك. عدنان حمد مش ذاك الشخص المجامل، عدنان حمد ولعلم الجميع أتى لملاعب المملكة العربية السعودية في منتصف الثمانينات. عدنان حمد هو من دفع إبراهيم الجابري ليكون معلقا، عدنان حمد هو من كان يطبطب على كتف سامي الجابري عندما كان طفلا في مدارس كرة القدم، وأفتخر بكل أمانة بعدنان حمد أتى إلى ملاعب المملكة العربية السعودية وجيبه مليان، ما كان يحتاج لأي بني آدم، ما كان يحتاج فلوس ولا لشرها ولا لطلبة ولا لمصلحة. دخلت ملاعب المملكة العربية السعودية في منتصف الثمانينات، وأنا معاك اليوم 29/4/2012 أتحدى كائن من كان إذا قال إن عدنان حمد في يوم من الأيام وقف على بابي ولا طلب مني مصلحة. طب شب هالطاري لأن الأقاويل كثيرة. في أحد قال إنك تأخذ فلوس؟ يعني إشاعات إشاعات إشاعات، مش شرط تكون لي أنا كشخص، ولكن كثير من الاتهامات اللي بدأت تتداول في كثير من الأحيان. في أحد قال إنه عدنان حمد واقف على بابي ويطلب شرهات ولن يتجرأ أنا ولن يتجرأ أن يأتي أي شخص بهذا الكلام، لكن أنا أقول هذا الكلام حتى أوصل رسالة للمشاهد الكريم بأن عدنان حمد لما يعلق على مباراة لا ناقة ولا جمل، لا أزرق لا أصفر لا أسود لا أخضر، لا، عدنان حمد جاي للمتعة، جاي حبا في الكرة السعودية والدوري السعودي، وحبا في الجمهور السعودي الذي يتفاعل معك في الثانية، وهذه قلة ما نشاهدها في كثير من دول الخليج. كونك تتكلم عن تقديمك لإبراهيم الجابر كمعلق، يعني عادي إنه معلق قدم معلق. أنا أتحدث عن سنوات، خلنا أقول لك شيء، وعن عمر وعن زمن. اسمح لي أكم، لكن أنت اخترت من جميع لاعبي المملكة العربية السعودية سامي الجابر تحديدا. أنا راح أقول لك أنا وش فهمت إنه عدنان حمد الحمادي يبغى يقول للجمهور الهلالي اللي هو فيه الآن، ما أكشف سر لما أقول إنهم زعلانين عليك اليوم، واحد من المغردين في تويتر البرنامج قال يا تركي أنت جاي تعاند الهلاليين جايب عدنان حمد الحمادي، واليوم أنت قاعد تقول أنا سامي الجابر اللي هو النجم الهلالي سامي صديق، أيوة، إنه أنا يعني أحبه من هو صغير، صح ولا لا؟ أنت كنت تحاول توصل هالرسالة؟ لا 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 زي ما أنا فهمت، لا لا لا، ما أوصل إني أحبه هو صغير. أنا أتحدث عن سنوات العمر الطويلة اللي قضيتها أنا في الملاعب السعودية. ليش الهلاليين زعلانين؟ وأتحدث عن سامي الجابر
منذ نعومة أظفاره، من تنبأ أن يكون موهبة في كرة القدم؟ أما أني أراضي الجمهور الهلالي في سامي الجابر فأنا لست بحاجة إلى ذلك. الجمهور إذا ما يحترمني كشخص وما تكون لديه القناعة التامة أني أنا لا ناقة ولا جمل، لا هلالي ولا نصراوي لا اتحادي ولا أهلاوي، أنا أطرب للكرة الحلوة وللهدف الجميل اللي فيه متعة وإثارة، هو من يضربني. ليش زعلانين عليك الهلاليين؟ تسأل جمهور الهلال. أنت ما زعلانين يعني مثل ما وصلني للأسف شديد، أنا أقرأ تويتر كثير ولكن للأسف في الأيام الأخيرة حاولت أن أكون مقل في هذه القراءة، حاولت ألا أتجاوب مع الكثير لأن للأسف شديد في كثير من الجماهير وصل لمرحلة الإسفاف والبعد عن اللياقة الكلامية ولياقة التعاطي والحديث والنقاش. هذا الجمهور الإعلام الهلالي زعلان عليك. الإعلام الهلالي ما لحق يزعل أعتقد، لأن ما لحق يزعل. أنا بقولك يعني إيش انطباعهم عنك؟ عدنان حمد لما يجي هدف في الهلال يتغنى وصوت جميل ويوصف الهدف وصف ولا أحلى، ولما يجي هدف للهلال يعني هذا الكلام مردود عليه، هم يقولون كذا يحسون هذا الكلام، تشعرهم بكثير من الملل وكأنه الهدف جاء غصبا عليك. والله هذا نهمهم وذوقهم إذا بالفعل لما علق على هدف الهلال. طيب لماذا لم يشعروا بالملل عندما فاز الهلال على الاتحاد بخمسة أهداف في واحدة من أكبر المباريات؟ لماذا هل عدنا الحمد؟ لأن أهداف الهلال كانت جميلة. عندما يعترضون ويهاجمون ذلك الهجوم العنيف وللأسف الذي يفتقد ويفتقر للروح الرياضية واللباقة الكلامية على انفعال عدنان حمد على أهداف الاتحاد، يا أخي أهداف جميلة، ليه قال الله أكبر على هدف حسني عبد ربه؟ حسني عبد ربه لاعب مصري من منتخب الساجدين، يا أخي أذن وسجد، ما قلت ما جب شيء جديد من عندي، قلت الله أكبر يعني سبحانك، يعني سبحانك ربي الأعلى وبحمده. طيب يعني أهداف الهلال مي حلوة يعني ما عجبتك مثلا؟ لا مباراة الاتحاد والهلال، اتحاد الهلال اسأل أي مراقب أو محلل رياضي ممكن تأخذ من الإجابة حتى أكون منصف. أسأل عدنان حمد الحمادي، أهداف الهلال في المباراة اللي راحت ما عجبتكم بالتالي كان وصفك لها كهدف؟ لا 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 لا، هم الآن يقيسون نبرة الصوت، يقيسون رتم الصوت، يقيسون وصف الهدف. من منتصف الثمانينات تتعلق الناس حافظة نغمتك. أبدا حافظة نغمتك. والله شوف يعني من وجه أصابع الاتهام في انحيازية عدنان حمد للاتحاد أقول له غلطان ثم غلطان ثم غلطان. طب ليش قلت انه هدف اهداف الاتحاد حلوه وما قلت انه هدف الهلال؟ في اهداف جميله يا اخي وفي اهداف عاديه. هدف الهلال عاديه؟ يعني انا ادلل في 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 الدوري الاماراتي علقت نهائي الكاس، الجزيره فاز 3-1 على بنياس، بنياس سجل اجمل اهداف المباراه، ما انفعل معاه. ما يخالف، احنا نتكلم عن هذيك المباراه تحديدا. طيب اهداف الاتحاد كانت جميله اللي سجلهم حسني عبد ربه هدفين من اجمل الاهداف. جميل. ما حد يمكن. اهداف الهلال انت ما تفاعلت معها. تفاعلت من اللي قال ما تفاعلت؟ يعني خلينا نقول الان تفاعل. الان الان كل التحفظ ليه قال الله اكبر؟ يعني ما يثير القلق والجدل ايضا انه في كثيرين وجهوا لومهم وهجومهم على عدنان حمد، ليه المنتديات الاتحاديه والنصراويه تشيد بعدنان حمد؟ اذا عدنان حمد ضد الهلال اليوم ليش؟ هل وصلنا احنا لمثل ان لم تكن معي فانت ضدي؟ يعني يا اكون هلالي صارخ أتغنى وأتحيز للهلال أو أنا عدو للهلال؟ يا أخي وين وصلت؟ أنت فهمها كذا؟ طبعاً أفهمها كذا. هم مو فاهمين. الكل يفهمها. هم مو فاهمين كذا. أنا مش أنا إنسان حر. أنا إنسان في هذا المجال صار لي 30 سنة. مين يبغى يتملكك يعني لما معلش؟ هذا عفواً هذا تملك. أنا الحين هذا تملك. اسمح لي أنا الحين كمشجع هلالي لما أشوف عدنان حمد يعلق على هدف الاتحاد ويتغنى بجنون، اسمح لي، وأشوفه يتغنى بهدف الهلال أو تعليق على الهلال هدف جميل وبرافو. لما اقول يا ابو حمد يا اخي اعط هدف الهلال جو حلو تقول لي اتملكك؟ لا يا حبيبي، شوف شوف جماليه الهدف، انا مو حر، شوف يعني اثاره الهدف، شوف الجمله التكتيكيه يا اخي. الهدف اللي سجل الهلال في الاتحاد من سالم الدوسري ومحمد الشلهوب، يا ما تغنينا يا ما تحدثنا عن الموسيقى وعن الفن، وين راح هذاك الهدف؟ ليه الان الامور تغيرت؟ ايش السبب؟ طب بصراحه اذا كان انت تعليقك جيد. أنا ما أقول عن تعليق جيد، لا يوجد بني آدم. طيب إذا كان تفاعلك معتدل بين جميع الأطراف، وش سبب هالتوتر في علاقتك مع الهلاليين؟ ليش الهلاوي مو زعلانين؟ الجمهور الهلالي ليش النصراوي مو زعلانين؟ إن لم تكن معي فأنت ضد الجمهور النصراوي. يا أخي والله كثر خيره، معلق لهم 8 مباريات خسرانين فيها معي أنا، 8 مباريات
وفي ملاحظ يعني واحد ارسل لي تويتر واللي يرحم والديك نحبك بس لا تعلق للنصر، لما تعلق للنصر النصر يخسر. في تعاطي ولكن بطريقه متقبله ليست بطريقه استفزاز. كلامك هذا الان انت قاعد تقول عن جمهور الهلال راح يزيد الخلاف اكثر بين حبيبي انا هذه ما يشيلها اللي حاطنها. وعدنان حمد حر نفسه، عدنان حمد حر نفسه ومسؤول عن كلامه. ما حد قال بيطلع. انا اكون كل الاحترام والتقدير لكل الجماهير في المملكه. لعلمك الخاص وجودي في الدوري السعودي هو حب للكره السعوديه وحب للجمهور، لكن أنا الجمهور يفهمك بطريقة خاطئة أخوي تركي. ترى طب يعني مين اللي قلب يقطعها لك عشان تقول والله هذه يا حبيبي يعني من باب الكلام من باب الكلام والانفعال يعني من باب الكلام والانفعال شيء مجازي مش شيء أكيد طيب. شيء مجازي. أبغى أسأل سؤال. اليوم مباراة جميلة بين النصر والشباب وهدف نصراوي كان جميل من محمد السهلاوي. جميل أول ما علقت هدف جميل إيه زين تعترف إنه جميل. جميل. طيب انا كل الاهداف اللي تجي في الدوري بقول جميل. لا هذا خوف. هذا خوف. انا لا صرت معلق هذا خوف وهذه مجامله. طيب. ما في هدف غير جميل، في هدف ياتي بالصدفه، في هدف ياتي بخطا مدافع بعد مطلوب المعلق يعني يتعامل معه كانه هدف كاس العالم. ما يصير يا جماعه. طيب اسمح لي اكمل سؤال. تفضل طال عمرك. اسمح لي. قالوا لي اول ما جبت جاب النصر الهدف انت تعليقك وصفت الهدف قلت كذا هدف حلو للسهلاوي العالميه صعبه قويه. صح في هلالي لان انا كنت مكلمه من المساء وقلت ترى اليوم معنا عدنان حمد واخذ منه يعني ما اخذ الصحافه الهلاليه او الاعلام اللي ينتمي للهلال على عدنان حمد. فاول ما سجل الهدف النصراوي قال لي شف يا تركي ترى اليوم طالع يستفز الهلاليين ويرد عليهم. وش دخل العالميه صعبه قويه في هدف نصراوي ضد الشباب وهذه الاهزوجه تحديدا يرددها الجمهور النصراوي في مبارياته أمام الهلال؟ والله ما سمعتها هذه الهزوجة مثل ما تقول ما سمعتها من الجمهور النصراوي. وبعدين لماذا يعني تفهم الرسالة بهذه الطريقة؟ لماذا يفهم أن هذا رد على الجمهور الهلالي؟ هذا واحد. الهدف أليس بهدف جميل؟ الهدف أليس بهدف تقدم؟ الهدف ألم يعقد المباراة في وجه الشباب بطل الدوري الذي لم يتجرع الهزيمة؟ لعلمك الخاص هذه الكلمات وأنا في الطائرة كنت أقرأ في فواصل واحد كاتب انه اشترى ثلاث بكرات واحده سماها صعبه واحده عالميه واحده قويه ويقول لك الثلاث لونهم اصفر فعجبني الوصف وثبت في ذهني او في الذاكره فانطلق بطريقه تلقائيه مع الهدف. بعدين يا اخي فليعذرنا الجمهور يا اخي احنا بشر احنا نعلق صرنا 30 سنه وراء الميكروفون ما خلينا مباراه على مستوى كاس العالم اوروبا دوري سعودي فبالتالي كلام اصبح مستهلك. كم معلق موجود في هذه المينا؟ يعني من الحرام أن يبحث المعلق عن نعت أو وصف أو لقب أو تقليعة أو صفة يميز بها نفسه. يا أخي اتقوا الله اتقوا الله. واضح أنك مضغوط جدا من تعامل الإعلام. لم جد يعني جد أتحدث الآن يعني بشفافية مطلقة ما يحصل في الدوري السعودي وتحديدا منذ تعاقدنا مع الرياضية السعودية. وش العلاقة؟ أمر أصبح ليه؟ وش العلاقة؟ لأن أصبحت العملية الآن محتكرة. الآن المباراة يشاهدها من 5 إلى 6 مليون مشاهد. طيب قبل كانت الأمور موزعة بين عدد من القنوات فبالتالي نسبة الضغط والانتقاد أقل. التعاطي عبر وسائل الإعلام الحديثة وللأسف التويتر اللي عنده شغل واللي ما عنده شغل دخل عليه. واضح أنك مضغوط جدا. لا 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 لا, لا, لا والله ما عادت تأثر فيني. أنا أتحدث بواقعية شديدة. عندما يشاهدك 5 إلى 6 مليون مشاهد وينتقدونك 20 في مقارنة وشيء لا يؤثر فيك بعد 30 سنة خبرة بس ما يؤثر في النفس استخدام بعض الألفاظ البذيئة الخارجة عن نطاق اللباقة واللياقة الكلامية في التعاطي والرد هذا للأسف شيء مؤسف وأحيانا تتحول إلى دعوات. إذا في مشجع هلالي الآن هذه كاميرتك وتبغى تقول له شيء من هلالين الزعلانين عليك ايش تبي تقول له؟ أقولهم عدنان حمد هو عدنان حمد اللي عرفته في منتصف الثمانينات هو عدنان حمد الحالي لم يغير نهجه لم يغير طباعه لم ينحاز لم يتعاطف لا توجد مصلحة بينه وبين أي رئيس نادي لم يستجدي أحد من المسؤولين الحمد لله جينا ورقبتنا طويلة وراسنا شامخ وخشمنا نشم الهواء ومو محتاجين لحد جايين متعة في الدوري السعودي ومتعة أكبر في الجمهور الذي يتفاعل مع المعلق لا أكثر ولا أقل. والإعلام الهلالي إيش تبغى تقول له؟ الإعلام الهلالي أنا ما لمست منه يعني أي هجوم أو أي انتقاد صارخ إنه بينتقد
لمباراة وبيرتكز على نقاط منطقية فأهلا وسهلا بالنقد البناء. أما النقد من أجل التجريح والنقد من أجل إرضاء رغبات أخرى هذا النقد الذي نرفضه. في أحد كتب في أحد انتقدك لإرضاء رغبات أخرى؟ لا. طيب. بس في كثيرين أخذوا على عاتقهم الاحتجاج على المعلقين رغبة في إرضاء الجماهير. وللأسف لما توصل المرحلة لهذه الطريقة هذه مأساة على الكرة السعودية. تعليق في الدوري السعودي مزعج؟ ممتع. ممتع. ولا زلت أقول لك ممتع. رغم كل اللي انقال؟ ممتع. وما زلت أقول لك ممتع. لا يوجد دوري في الوطن العربي في تفاعل وفي حب وفي أخذ وعطى مع الجمهور مثل الدوري السعودي. بس في الآونة الأخيرة يعني دخل في نوع من الإزعاج. مش بسبب الدوري الأخيرة. بسبب وسائل الإعلام الحديثة اللي أصبح يمتلكها كل شخص سواء كان متعلم مثقف أو جاهل يستطيع أن يتعاطى ويتعامل معه. فاصل قصير نتابع بعده الجزء الثاني من لقاء المعلق الإماراتي عدنان حمد الحمادي فلا تذهبوا بعيدا. عدنان حمد يعلن الرحيل من القناة الرياضية ويسرد حكاية الانتقادات الموجهة إليه. مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم من جديد في الجزء الثاني من حلقة الليلة والذي نستعرض من خلاله جزئيات أخرى ساخنة جدا من لقاء المعلق عدنان حمد الحمادي. نتابع. في أحد من رؤساء الأندية في يوم اليوم اتصل عليك وقال لك ليش قلت كذا أو كلم مسؤولين عدنان حمد يعلق فترة؟ لأنه أنا من حديثك أنا متكلم أنا ما أرضي رؤساء أندية ما يهمني رؤساء أندية أنا رقبتي طويلة راسي شامخ الحمد لله ونعم فيك يعني. أعتز وأفتخر أخي تركي ونعم فيك بس أنه أنا أفهم من كلامك وأعذرني على فهمي ترى حين ترى أنا حين أفهم غلط يعني عارف والله فعدلني أبو الفهامة لا لا والله أفهم غلط فعدلني حسيت قاعد تقول في رئيس نادي حاول في لا 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 لا, لا في رؤساء أندية أكثر من واحد اتصلوا ليس على عدنان حمد حتى على زملاء عدنان حمد عدنان حمد ليس المعلق الأوحد هناك عامر عبد الله هناك نبيل نقشبندي هناك ناصر الأحمد هناك جعفر الصلية هناك شداد يعني هناك عبد الله الحربي قبل ذلك هناك كثرة من المعلقين وحصلت للأسف يعني عندما يصل أو تصل الأمور برئيس نادي يتصل على مسؤول ويتحدث عن معلق رياضي إيش كان؟ يتحفظ على معلق يتحفظ على تعليق يتحفظ على انفعال معلق فكونا من عدنان حمد يعني وليقول فكونا من عدنان حمد يا أخي قبل ما يقول فكونا من عدنان حمد أو غيره خليه يهتم بنادية إيش تقول خليه يصلح أخطاء نادية خليه يتعاقد مع لاعبين عليهم القيمة خليه يأتي بمدربين أكفاء يستطيعون انتشال الفريق وبعد ذلك يتفرغ لهذه الأمور الهامشية تبغى تقول اسمه؟ لا 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 ما حد الشخصية بعينها بس أقول لك حصلت لا قبل شوي بس أقول لك حصلت قبل شوي تقول لي هذا خوف أنا ما أخاف يعني أنت ما تخاف لا 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 ما أخاف بس ما في ما يستدعي إني أذكر اسم الشخص أو اسم رئيس النادي بس أؤكد أنها حصلت وليس من رئيس نادي إنما أكثر من ذلك وش تقول الحين هو أكيد يعرف إنك الله يسامحك الله يسامحك توقعتك تقول قاعد على قلبك بعلق الدوري لا والله هذا الأمر يعني أنا جد أنا 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 ما صرح بس يعني خلني أعطيك مؤشر يعني ونحن الآن في 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 نهاية الموسم قد يكون هو الموسم الأخير لي مع الرياضية السعودية ليس لهذه الحملة الموجودة أو هذا الهجوم الموجود من الجمهور أو احتجاج بعض رؤساء الأندية ولكن الارتباطات ومشاغل حقيقة ولم أعد قادر على تكرار هذه السفرية لكن لازلت أعشق الدوري السعودي والكرة السعودية والجمهور السعودي بلا استثناء يعني الحين أنت تحدثت في الموضوع مع أحد في القناة الرياضية ولا الحين إلى الآن بس هذه فكرة الآن يعني بدت أقلبها في رأسي طيب لأنه في عارف ليش الحين أنت تقول هالكلام تذكر وخلينا نفك الجمهور اللي ما يبي عدنان حمد يا أخي أريحه بدل ما قعد على شبده ولا على صدره لا تعرف ليش لأنه الحين أنت تقول هالكلام اليوم بعد عامر عبد الله في خبر أنه استقال من قناة رياضية وقبل فترة كان في حديث أنه المعلقين الإماراتيين وبعضهم كان يتحدث المعلقين الأجانب عارف يعني هل هذا هذا يعني القرار الآن هل هذا القرار له علاقة بمثل هذا النوع من الطرح؟ بكل تأكيد للأسف الشديد يعني لا أنت تقبل
ولا العقلاء يقبلون أن يتحدثون بلغة المعلقين الأجانب. هل أصبح الآن معلق الإمارات؟ إذا أنت أحد الأسباب اللي دفعتك لهذا القرار أنه في حديث تحدثوا عنك أنه أنت معلق للأسف أجنبي؟ عندما يأتي من إعلاميين يتحدثون عن معلق إماراتي أنه معلق أجنبي وأن هذا المعلق يتقاضى مئات الآلاف من الدراهم ولا يعلم ما هي الصيغة المالية أو التعاقدية بينه وبين يعني أنا وبين القناة بأرقام عادية ويتحدثون عن مبالغ. إحنا الآن نقدر نحط خبر عاجل مثلاً إنه عدنان حمد سأترك الدوري السعودي بسبب إنه هناك من ينعت المعلقين الإماراتيين بالمعلقين الأجانب. هذا سبب من أسباب هذا سبب. أنا نقدر نحط كذا الخبر. لا أنا تحدثت إنه السبب الأكبر هي انشغالاتي وارتباطاتي. الآن دخلت لي ممارسة الحياة البرلمانية كعضو في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. وبدأنا نمارس العمل البرلماني في اجتماعات وزيارات ونقاشات. هذا أخذ جزء كبير أيضا من الوقت. وجودي مع قناة دبي الرياضية، أنا أصبحت رب أسرة كبيرة تتكون من 7 أولاد، وعلي بعد هذا العمر أن أستقر نوعا ما مع أسرتي. عندي بزنس بسيط أديرة بنفسي وبطريقتي، أيضا يجب أن أعطيه من الوقت الكثير، لكن هذا ما يمنع أن يكون أحد الأسباب. يا أخي الآن ما تتحدثون، أنت تتحدثون عن عدنان حمد وعن عامر عبد الله، طيب لماذا نحن الإماراتيين لا نتحدث عن خالد الشنيف، لا نتحدث عن فهد العتيبي، لا نتحدث عن ما تسعفني الذاكرة مشعل القحطاني، نتحدث عن عدد من السعوديين الزملاء الأعزاء الذين يمارسون العمل في القنوات الإماراتية بين أبو ظبي ودبي. لماذا لم وما حد قال عليهم أجانب؟ لماذا لم نتجرأ أن نقول عنهم أجانب؟ لماذا لم نتجرأ ونقول إنه هذول بالفعل جو وخذوا فرص خامات أو شباب إماراتي كان المفروض أن يتواجد في هذا الموقع؟ لماذا لم نذكر كم يتقاضى خالد الشنيف ولا كم يتقاضى فهد العتيبي ولا عيسى الحربين ولا غيرهم من المعلقين الزملاء الأعزاء؟ ضايقك الكلام؟ طبعا يضايق. ما يضايقك انت كشخص يا تركي وانت زميل مهنة؟ هل اصبحوا المعلقين الاماراتيين اجانب في السعودية؟ امر للاسف شديد، يعني امر يحس في النفس كثيرا. لم تعود للدوري السعودي بسبب هذا؟ انا قلت افكر ووضعت في المقام الاول عامل الوقت، ومن ثم هذه الامور اللي بدات تحصل في الاخير. بصراحه كان في رده فعل في الامارات على مثل هالحديث انه والله يوصف المعلق الاماراتي بانه معلق اجنبي في السعوديه. لا لا لا, لا ابدا. من حس بهذه اللكنه وبهذه الطريقه نحن، انا وزميلي العزيز عامر عبد الله، اما الاعلام الاماراتي ونحن كمعلقين والله لا نود ان يصل هذا النعت او هذا الوصف للاعلام الاماراتي او للاماراتيين، لأن عندها ستتحول الأمور إلى أمور ومسائل شخصية وهجوم وصدام إعلامي صدام سعودي صدام إعلامي ما له معنى، ونحن لا نتمنى ذلك للأسف. من يعني تفوه بهذا النعت أو كتب هذا النعت هو إنسان للأسف شديد ناقص وجاهل لا يعني معنى هذه الكلمة. هذا أبلغ على الموضوع هذا. تفضل معك. أنا اللي عندي خلص، أنا أترك لك الدقيقة الباقية تقول فيها ما تريد، توجه رسالة، تختار اللي تبغى توجه له رسالة، تقول الكلام اللي تبغى تقوله. أترك الفقرة الأخيرة هذه لك حرة. أولاً المعلقون الإماراتيون أو المعلقان الإماراتيان اثنان، عدنان حمد الحمادي وعامر عبد الله المري، لم يأتيا قسرياً إلى السعودية للتعليق، وإنما أتيا أيضاً برغبة من الرياضية السعودية. لم يأخذ أدوار أي من الأخوة الزملاء المعلقين الأعزاء. من يوزع الدوري هم المسؤولون في القناة الرياضية السعودية. من تحدث عن أرقام وأموال أعتقد حق مكتسب لأي بني آدم بالفعل أمضى هذه السنوات من الخبرة، وما تتحدثون عن هي أمور ومبالغ خيالية. من وصف المعلقين الإماراتيين بالأجانب إنسان ناقص ويجهل معنى هذا الوصف. لنا أخوة أشقاء زملاء سعوديون يمارسون العمل الإعلامي في قناتي أبوظبي والإمارات، نكون لهم كل المعزة والتقدير، ولا نبخس حقوقهم ولا ننظر لهم بعين من عدم الرضا على ما يتقاضونه من مبالغ. وللعلم ما يتقاضاه زملائنا السعوديين في الإمارات أعلى مما نتقاضاه نحن هنا في الإمارات. النقطة الأخيرة، أتينا للسعودية بمحض إرادتنا و سنقدم الاستقالة في الوقت المناسب إذا دعت الضرورة لذلك. طوال هذه الفترة لم نقف مع فريق A ضد فريق B ولا مع لون أزرق على لون أصفر،
التزاما بالحياد، والهدف الجميل والمباراة الجميلة تفرض نفسها وذوقها على المعلق الرياضي، لأن المعلق الرياضي بشر ويتفاعل مع ذلك. مقولة إن لم تكن معي فأنت ضدي إذا كانت حقيقية فلتطبق، ولا يهمني ذلك. شكرا جزيلا. ضايقتك أنا بأي شيء زعلتك؟ أنت حبيب وأخ وزميل، والله يعلم لك معزة كبيرة. ويعني أنا اليوم واصل من الإمارات، الفندق، الملعب، الملعب، الفندق، الفندق، القناة، سعيدين لعيونك وعيون روتانا خليجية وصديق العزيز سالم الهندي بفواز. تسلم، احنا سعيدين بوجودك اليوم، نتمنى لك كل التوفيق، نتمنى أن تتراجع نفسك في قرار الاستقالة والابتعاد عن الدوري السعودي. احنا سعيدين بما تقدمه في الدوري السعودي، سواء أنت أو عامر أو فارس عوض وبكل المعلق يعني تواجد في الدوري السعودي، حتى المعلقين التونسيين روف خليفة وعصام الشوالي، احنا نعتز بوجودكم ان شاء الله. بس انه تكون هذه مع اجازه نهايه الموسم كذا الواحد بالعكس يرتاح، نلتقي تكون انا سعيد جدا. انا يعني اقطع كلامك في 20 ثانيه صدق. انا احضرت ابني الثالث فيصل، فيصل ايضا مارس مهنه التعليق يعني منذ سنه، والان مقدم برامج ومراسل ميداني في تلفزيون دبي. لمس حجم الشعبيه والشهره والحب والتعاطي بيني وبين الجماهير، لا يمكن ان اغفل هذه الناحيه، لا يمكن أن أغفل حب الجمهور السعودي، لا يمكن أن أغفل الطريقة اللي تعاملت فيها مع الجمهور السعودي من نزولي إلى أرض المطار إلى مغادرتي للمملكة العربية السعودية. وبالتالي يعني هذه الجزئية وهذه الأعداد القليلة اللي تهاجمني تأكد لن تؤثر فيني ولم تحرك شعرة من شعرات البيضة المصبوغة. انتبه ترى دكتور حافظ مندلج قال هالكلمة ما حركته شعرة في راسي وقعد شهر ونص والإعلام يهاجم. انتبه تقول خلي هاجم يا أخي، بالعكس هذه شهرة. شكرا. الأمير عبد الرحمن بن مساعد حل ضيفنا على برنامج كرة، وعلق على ما ذكره عدنان حمد والذي وصفه بالمشجع، وأكد رفضه لتعليقه على المباريات التي تجمع الهلال بالاتحاد. تفاصيل أكثر في لقاء الأمير عبد الرحمن بن مساعد. عالمية صعبة قوية اللي قالها عدنان حمد، وطلع معي عدنان حمد هنا في البرنامج وتحدث أنه الرأس مرفوع وأنه أنا ما أخذ من أحد شيء، وفي ناس يقولون علينا معلقين أجانب، وأنا عمري ما أخذ شرهات من أحد. في ناس فسرت الكلام انه الامير عبد الرحمن بن مساعد، وفي ناس طبعا راحت لروايات اكثر انه الامير عبد الرحمن بن مساعد اتصل في القناه الرياضيه وقال لهم ليش يعلق عدنان حمد على المباريات، كان بعد مباراه الاتحاد. انا كلمت عدنان أكبر. حمد صحيح كلمت عدنان إيه؟ حمد وقلت له انا وش سويت بالضبط. انا كنت في مباراه الهلال والاتحاد إيه؟ في الملعب جاني 50 رساله تليفون من هلاليين غير متعصبين، غير متعصبين يعني هلاليين عقلانيين في الطرح، قالوا ما يمكن اللي قاعد يسويه عدنان حمد، حسسنا انه الاتحاد يلعب ضد الهلال الايراني. انا يعني اكثر من رساله، طبعا في رسائل اقصى. اتصلت بالاخ غانم القحطاني وابو كلمت عدنان حمد على فكره وقلت له انا ما عندي موقف شخصي منك استاذ عدنان، ولكن أنا لما شفت تعليقك على المباراة الاتحاد يجيب جول حسيت فعلا أي أحد محايد يشوف المباراة أنه كان تفاعله مع الاتحاد تفاعل مشجع وليس تفاعل معلق، يعني الله أكبر دائما وأبدا، ولكن إن أردت أن تكبر على هدف للاتحاد فكبر على هدف للهلال، وكبر في أي وقت، الله أكبر دائما وأبدا. يعني ما كان في، لما سمعت بنفسي كلمت غانم القحطاني قلت له أنا أرى أنه عدنان حمد كان متحيز ضدنا، فأرجوكم مباريات الهلال ما نرغب أنه يعلق عليه. وقلت لعدنان حمد صراحة، أكلمت الأستاذ عدنان حمد قلت له أنا أحترمك على المستوى الشخصي، حتى عن طريق الأخ عادل البطي كلمته بعد الحلقة، كلمته بعد ما طلع معنا، ما شفتها والله العظيم يا تركي، لا كلمته لما طلع قال انه انا والله اني ما شفت الحلقه، ولا كلمته لما سمعت انه هو قال انه في تويتر قريت انه هو قال انه في رؤساء انديه اي اتصلوا، فانا قلت له لا انا اللي اتصلت مو رؤساء انديه، انا اتصلت فعلا وقلت كذا كذا كذا.
طيب سمو الأمير، وهذا ما هو موقف شخصي، هذا موقف يعني خلنا أقول شيء، حتى المحايدين أنا مثلا يا سمو الأمير يعني بقول يعني الأمير عبد الرحمن بن مساعد خلاص خلصت يعني كل مواضيع الهلال وكل المواضيع اللي تهمه، وصار مشكلته بس معلق قال الله أكبر ولا تفاعل زيادة على اللزوم. لا عندي مشاكل كثير بس ما نحكي لك إياها حيخلص وقت البرنامج. إيه بس أنا أقول يعني خلاص خلصت إنه بس ما خلصت. لا والله اللي شغلك موضوع لا في مواضيع كثير مشاكل كثير. طب ليش فيها حكينا فيها؟ ليش صار أولوية عدنان حمد في هذاك الموضوع؟ ما كان أولوية. كان اتصلت أخذت موقف. إيه أخذت موقف بس في 10 مشاكل ثانية كانت أولوية، هو كان رقم 11 فالمهمة كانت رقم 11 إني أكلم غنم. كانت أسهلهم يعني. لا يعني كانت من ضمن المشاكل. عدنان حمد أنا أحبه وأحترمه على المستوى الشخصي، ولكن أرى أنه كان في مباراة الهلال والاتحاد غير محايد مما دعاني لاتخاذ الموقف. ولازلت يعني أنك ما تبغى تسمع على مباراة الهلال بصراحة؟ لا والله العظيم أنا في مباراة الهلال مع الاتحاد بالتأكيد ما أبغى أسمع عدنان حمد. تكون الإثارة ممتدة من خلال القضايا التي طرحناها لكم طوال الموسم الرياضي، قضية جديدة احتضنتها طاولة كورة تتعرفون عليها بعد هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا. تسديد مستحقات لاعبي الرياض تستغرق عشرات السنوات لتخصيصها. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من حلقة الليلة من برنامج كورة. مستحقات مالية يصل سدادها بالتقسيط إلى عشرات السنوات بعد الاعتزال. بكل اختصار هذا ما حدث في نادي الرياض الذي تمتد فيه فترات سداد المستحقات للاعبين إلى أعوام طويلة بعد التوقف عن الركض. فلنتابع سويا عن كيفية طرحنا لهذه القضية. ما يعرف كيف أقول مقدمة لهالموضوع. راح أقرأ لكم مجموعة من الأسماء وحاولوا تتذكروا يعني في اللي تتذكرونه من مجموعة من اللاعبين: رشيد الدوسري، وليد الزهير، محمد سبيت، إبراهيم المفرج، محمد القاضي، بندر الزيد، سلطان الظاهري، عبدو ناشري، أحمد الصحبي، حمد القميزي، علي زايد، عادل بخيت، بندر السويلم، عبد الله الصديق، يوسف الحيائي، عباس زايد، إبراهيم مدخلي، بدر الدوسري، عبد الله ضعيان. تذكرون هالأسماء؟ والله من الأبيض وأسود، من الأبيض وأسود. يعني لا يزعلون علينا شوي. يعني لا قديمين شوي. صبح قديمين. قديمين يعني جداً يعني أسماء قديمة كانت تلعب في نادي الرياض. صحيح. الجماعة هذول لهم فلوس مستحقة. طبعا الاتحاد القدم ولجنة الاحتراف تستقطع من الإعانة مبالغ للاعبين هذول وتعطيهم إياها كل سنة بحسب الإعانة وبحسب مستحقات اللاعبين. تقسط كل سنة مبلغ معين يأخذها اللاعب وينتظر السنة اللي بعدها يأخذ المبلغ. الغريب وشو؟ أنه مثلا لاعب زي محمد القاضي تقريبا له ما يقارب 500,000، وبحسب حديث اللاعب أنه يأخذ كل سنة 15,000. يعني لو حسبنا 15,000 في 10 سنوات 150، وعشر سنوات ثانية 300,000، 25 يعني. وفي لعيبة عندهم بالستمية وبالسبعمية ومبالغ كبيرة. يعني لو افترضنا أنه أنت تطلبني 600,000 يا محمد وبعطيك أنا كل سنة، لأنه في ناس 10,000 في ناس يأخذوك 5,000 في السنة. لو افترضنا أنه أنت تطلبني مثلا 600,000 وأعطيك أنا كل سنة 10,000، يبغالك يعني اتفقنا اليوم أنا وياك إنه خلاص أنا يا محمد ترى من اليوم أتعهد إنه كل سنة بعطيك 10,000 حتى أوفي دينك اللي علي اللي هو 600,000 60 سنة. يعني إذا عندك ولد أو رزقت بولد في هذا اليوم مع تقاعده إن شاء الله أوفيك 600,000. هذا الكشف اللي عندنا، خطاب نادي الرياض وهذا الكشف الحسابات. 15,000 عشان يكمل ال 475,000 او 500,000 كل سنه ياخذ 15,000. متى بيخلص؟ 40 سنه. شوف انا قبل شوي اخوي تركي قلت لك على حاجه، قلت لك انا يعني في برنامج روتانا دائما تسلطوا انتم القضايا الرياضيه للطابع الانساني.
شوف يعني بمناسبة استقالة اتحاد القدم الآن، هذا إرث زين للمجلس اتحاد القدم الجديد، يعني هذه رسالة يعني أعتقد أنها في الصميم. يعني معقول يعني الكلام اللي قاعد يصير ذا؟ أنا مثلا ولدي بعد 60 سنة، إذا الله لحقنا خير ولاحظ على موضوع، بشرط أن يكون منتظم زين، ومنتظم دي حط تحتها. تسمح لي أقرأ الخطاب الموجه من نادي الرياض؟ سعادة أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، هذا قريب ترى في 22/2/33، انطلاقا من رغبة النادي في استكمال صرف المستحقات المالية للاعبي كرة القدم المحترفين والتي تراكمت من الإدارات السابقة. يعني ما نبغى نتكلم عن نادي الرياض وبس، كثير من الأندية رئيس النادي يقول مع السلامة، يسلم اللي بعده، بديونه بكل شيء، كيف أخذ حقوقي من الإعانة؟ الإعانة تعطيك 10,000 إذا لك 500,000 أو 15,000، وفي ناس تاخذ 5,000 هنا في الجدول موجود، في ناس قاعده تاخذ 5,000، متى بخلص حقي انا عندكم؟ انت تتكلم عن نادي الرياض الان؟ عن نادي الرياض زين. طيب اتكلم قص على نادي الرياض ياخذ من اعانه الاحتراف، وقص عليها انديه اخرى ما ظهرت مشاكلها. اول شيء انا يعني هذا اللي جاب بيدنا، بس انا هنيك على اثاره هذا الموضوع زين. موضوع زي هذا الحقيقه يعني انا بقول لك شيء، هو فوق قدرات نادي الرياض زين، والإعانة المخصصة لنادي الرياض أيضا يعني محدودة، خصوصا بعد أنه الآن في الدرجة الأولى ويتراوح بين الأولى واحتمال يروح للثانية كمان بعد، يعني الرياض كان ينافس إلى آخر رمق لأنه يبقى في الأولى. موضوع زي هذا أنا من وجهة نظري الشخصية يحتاج تدخل من وزارة المالية. إذا أنتم تبغوا يعني إحنا الحين وصلنا إلى مرحلة صراحة يعني متعبة في كرة القدم السعودية، يعني المزاج العام للشارع الرياضي السعودي الحقيقة يعني في إحباط كبير في الشارع الرياضي السعودي الآن، يحتاج إلى تدخل قوي من وزارة المالية. إذا أنت تبغى تهيئ الجو والبيئة للاتحاد السعودي قادم جديد، يفترض أن الالتزامات المادية اللي على الاتحاد القادم على الاتحاد السابق يفترض أنها تتدخل وزارة المالية لحل هذه المشاكل. هؤلاء مواطنين لهم حقوق تبع نادي تابع لجهة حكومية. بندر. طبعا أخوي تركي، بعض الأسماء حقيقة يعني ذكرتنا بالجيل الجميل لنادي الرياض اللي استطاع أنه يحقق بطولات لنادي الرياض. طبعا فيما يخص الحقوق المالية، هذه هي المشاكل اللي تعاني منها الأندية بسبب الاحتراف مع دخول، طبعا الأسماء كثير من الأسماء اللي ذكرتها كانوا مع بداية الاحتراف 1413، لم يكن هناك آلية معينة لاحتراف اللاعبين وضوابط المالية لهؤلاء اللاعبين، بسببها تفاقمت هذه الأمور، في ظل أيضا أن الأندية لا يوجد لديها موارد مالية كافية من أجل سداد مستحقات هؤلاء اللاعبين. نادي مثلا زي الرياض يعني جميل منه أنه في الفترة الحالية يلتزم بمستحقات سابقة للاعبين سابقين في النادي. طبعا فعلا امر مزعج انه يتم تقسيط المبالغ. محزن مو مزعج، والله العظيم محزن بالضبط. يا اخي يعني مو معقول انا بجلس انتظر يا اخي 30 40 سنه عشان تعطيني فلوس وعلى 10,000 و5,000 لكن هذا الامر يعني اي مستقبل الواحد، اي مستقبل في كره القدم السعوديه لما شاب الان يسمع الكلام هذا؟ ياسر الطائفي لاعب نادي الرياض السابق كان له موقف مرتبط بتأخر صرف مستحقاته التي تم تقسيطها لعدة سنوات. نترككم مع مداخلة الطائفي التي تحدث من خلالها عن معاناته. معنا على الهاتف أحد نجوم الكرة السعودية وأحد أبرز نجوم نادي الرياض في العصر الذهبي لنادي الرياض، الكابتن ياسر الطائفي. ظهر نقطع الاتصال ولا يا شباب؟ معك. طيب معنا ياسر، مساء الخير يا كابتن. مساء النور، تفضل يا حبيبي، انت على الهواء. اهلا وسهلا اخوي تركي، واحييك واحيي ضيوفك الكرام. هلا وسهلا، تفضل يا غالي. نسمع الموضوع اللي اثرته، صراحه موضوع جميل ويهم كل لاعب في نادي الرياض سابق، وانا كنت من واحد من الضحايا. بس الشيء اللي شفع لي كان انا باقي لي مستحقات ليس رواتب بل مقدم عقد حق بدل سكن. وكان مبلغ بسيط 75,000 واستلمت الحمد لله، فبقى اللي بعدي الجيل اللي بعدي الضحايا الباقيين اللي كانوا مجموعين. كابتن ياسر، هذه المعلومات دقيقة يعني احنا متأكدنا منها، بس انت بعد يعني شاهد على العصر زي ما يقولوا. صحيح اللاعبين ياخذون 10,000 في السنة و15؟ انا كنت اخذ 5,000 في السنة. وكم كان لك؟ وكان الباقي لي 75,000 سكن ليس رواتب. 75,000 وكنت تاخذ 5,000 في السنة؟ اي، واقعد احيانا سنتين ما استلم.
ومتى كملتها؟ كم قعدت لين كملت 75؟ طولت، قعدت يمكن تقريبا 4 سنوات 5 سنوات بس بالقطارة. لا تاخذ 5000 في السنة ولا كم مرة في السنة تاخذ؟ 5000 في السنة، واحيانا تطوف سنة اخذ السنة اللي بعدها، يصير استلم بعد سنتين 5000. لحظة الحين 75 شلون خلصتها في 4 سنوات اذا 5000 في السنة؟ طوفت يعني، انا اقول لك مددت اكثر من 4 سنوات، عرفت يعني جلست طولت. ما فهمت، اشرح لي، ابغى افهم معليش كابتن. يعني كان السنه مثلا يقول لي الحين نهايه السنه تستلم على الاعانه 5000 من 75. اي من 75، اجي السنه اللي بعدها يقولوا لي ما صرف شيء. طيب السنه اللي بعدها، طيب السنه اللي بعدها كم يعطونك؟ احيانا يعطوني اياها على 5 أو على 7 او يعطوني اياها. طيب بهالطريقه اذا خلينا نفترض 5 ولك 75، كم تحتاج سنة؟ تحتاج يمكن 15 سنة. 15 سنة، شو خلصت في 4 سنوات؟ لأني كنت أتبرع للنادي في فترة للنادي، قالت أتبرع للنادي ب3 رواتب. طيب واللعيب الباقين يا كابتن؟ اللعيب الباقين حالهم مزري، وكان بس المشكلة نادي تركي، إن كان المشكلة مشتركة بين الاتحاد السعودي لهيئة هذا بين الاحتراف وبين النادي، انك لازم توقع المسير تستلم المبلغ عشان تصرف الاعانه، وانا ما استلمت المبلغ. طيب الحين كنت تتبرع يعني برغبه وبسماحه خاطر زي ما يقولون ولا لا؟ عشان توقع المسير لازم كل المجموعه. طيب ابقرا لك اسماء، شوف كابتن ياسر ابقرا لك اسماء. نعم. وما ابغاك تحدد لي مين، بس ابغاك وانا اقرا الاسماء تعد معي 1 2 3 4، مين من هاللاعبين حالته الماديه سيئه؟ حالته المادية سيئة على المستوى الأسري، يعني عنده مشكلة في السكن، عنده مشكلة في الحياة، عنده مشكلة في لقمة العيش. أبعد لك أسماء وما تحدد لي من الاسم، بس قول لي والله 3 من 5، 2 من 10، الأسماء اللي بعدهم. بقول لك شيء، أنا كلهم أنا ما أدري على الأسماء، بس كل اللي موجود عندك الأسماء حالتهم المادية متوسطة، يعني عايشين على رواتبهم. في ناس من الأسماء اللي عندك، لأني سمعت الأسماء في البداية، الأسماء اللي عندك مو على رأس عمل. كابتن ياسر الطائفي شكرا جزيلا. وقفة إعلانية قصيرة، نتابع بعدها الجزء الأخير من حلقة الليلة من برنامج كرة، ابقوا معنا. أحمد المصيبيح يقع في مأزق بسبب أحد الفائزين بمسابقة القمة. أهلا بكم مشاهدين الكرام في الجزء الأخير من حلقة الليلة من برنامج كورة وسلسلة حلقات بيست أوف كورة. كلنا نعرف مسابقة القمة التي عرضت طوال الفترة الماضية على قنوات وإذاعة روتانا، هذه المسابقة التي زفت الخبر السار لأربعة فائزين. الكاتب والناقد الرياضي وأحد ضيوف البرنامج الدائمين الأستاذ أحمد المصيبيح وقع في موقف حرج بسبب أحد الفائزين، دعونا نتابع ما الذي حدث. مبروك مبروك يا حياة قلبي. ليش ضحكت لما قال له اسال عن الرياضه؟ قال لي الاهلي ناس كثير في الرياضه عارفه مصر. هو قاعد يرقى مرتبك يا شيخ، وشبابي ترى يعني السنه هذه حلوه عليه. بس انا والله كنت اتوقع انه بيروح لبتركي يستثمر فلوس. انا متوقع انه نايم وقايم صوره له فنيه مرتاح ولبسه النظاره، يعني واضح حاله بوزره يطقه ويقول غيب يا بابا من غيب. الله يوفقك، الف مبروك يعني يستاهل محمد، والله كل خير. وسعيدين ان احنا اليوم دخلنا على الاقل على عائله محمد هالفرح. شوف ترى ما يدرون ان احنا على الهواء احنا قاعدين نتكلم. لا كابتن احمد مصيبيح ولا صالح الداود يدرون نحن على هواء. ألف مبروك لمحمد العطاس، يعني سعيدين إنه برنامج كورة دخل الفرح على عائلة محمد، وإن شاء الله يعني في السحب القادم يكون في عائلة أخرى سعيدة بمبلغ مالي آخر. راح يتواصلون أخوان في روتانا مع محمد العطاس ويرتبون معه موضوع الاستثمار والاستفادة من المبلغ. أكد للمشاهدين والمستمعين ترى الكلام اللي قال أحمد المصيبيح صالح الداود ما يعرفون أنهم على الهواء. أبو تركي
انت قلت تبغى تعلق في الاهلي اترك تعلق. والله حقيقه انا يعني الاعتذار ما يكفي. انا اعتذر اول شيء للاستاذ محمد العطاس وهني بالجائزه وسمح الله تركي وفريق العمل وضعوني في يعني موقف لا احسد عليه، لكن اكرر اعتذاري وان شاء الله يبقى. صراع فيكتور وناصر على هز الشباك استمر حتى آخر لحظة في دوري زين، لنشاهد كيف كانت نهاية هذا الصراع ما بين الشمراني وسيموس. الأول توقفنا حيث نهاية منافسات الدوري الأول من بطولة الدوري، وكان سيموس حينها في صدارة الهدافين ب 12 هدفا، يليه ناصر الشمراني بعشرة أهداف، ثم يأتي يوسف العربي والحاج بوغاز بثمانية أهداف في المركز الثالث. في بداية الدوري الثاني انطلق فيكتور الأهلي بقوة مفتتحا الجولة الرابعة عشر بهاتريك في مرمى الأنصار وسط غياب تام لناصر الشمراني والحاج بوغاش وحضور قوي ليوسف العربي بهدفين في مرمى هجر وانطلاقة موفقة للسهلاوي وهدفين في مرمى الرائد ليصل للرقم سبعة. يواصل الشمراني الغياب لأكثر من جولة، لكنه يعود في الجولة السابعة عشر بهدفين في مرمى الرائد ليصل للرقم 12، ليجد سيموس قد سبقه ووصل للرقم 16. يبدو أن عدوى الغياب عن التسجيل قد انتقلت من الزلزال الشبابي لتحط رحالها في ديار السفاح سيموس الذي صام فجأة عن مواصلة التهديف حتى الجولة الحادية والعشرين، عندما أفطر بهدفين في مرمى فايز السبيعي الحارس الاتفاقي ليصل للرقم 18. التفت سيموس خلفه باحثا عن منافسه الشمراني، وإذا به يشاهده على بعد خطوات منه، حيث الرقم 17 الذي وصل له ناصر بتسجيله لخمسة أهداف خلال الجولات الثلاثة التي غاب فيها سيموس عن زيارة الشباك. في تلك الأثناء كان عماد الحوسني المهاجم الآخر في النادي الأهلي يواصل التسجيل ويقترب شيئا فشيئا من متصدر التهديف دون أن يشعر به، حيث بلغ الرقم 15 يراقبه من مسافة يسيرة مهاجم النصر السهلاوي الذي سجل هدفه 12 في المرمى الشبابي. الجولة 22 تشهد استقبال مرمى هجر هدف سيموس 19 وسط غياب تام من المنافسين عن التسجيل. يستمر غياب الهدافين في الجولتين 23 و24 عدا هدف وحيد سجله السهلاوي في مرمى التعاون أوصله للرقم 13، لكن الأمور يبدو أنها قد انتهت بالنسبة له ولبقية اللاعبين، وانحصرت المنافسة بين السفاح سيموس والزلزال الشمراني للموسم الثاني على التوالي. الجولة 25 تشهد أقصى درجات التنافس بين مهاجم الأهلي البرازيلي الذي تمكن من الوصول للرقم 21 عبر تسجيله هدفين في مرمى الرائد، ومهاجم الشباب السعودي ناصر الشمراني الذي سجل هاتريك في مرمى الأنصار ليصل للرقم 20.
وكما كان التنافس بين الشباب والأهلي حاميا للحصول على اللقب في الجولة الأخيرة، كان التنافس على أشده بين لاعب الفريقين وبالذات سيموس والشمراني، لكن هذا الأخير استطاع أن يسجل هدفاً أوصل فريقه لمنصة البطولة وتوجه بصدارة الهدافين متساوياً مع سيموس الغائب عن زيارة الشباك في أهم اللقاءات بالرقم 21. وصلنا معكم إلى نهاية حلقة الليلة من برنامج الكرة، آملين أن تكونوا قد قضيتم وقتا ممتعا في متابعتها. موعدنا غدا إن شاء الله عند 11:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. إلى ذلك الحين دمتم بخير وإلى اللقاء.